السلام عليكم خاوتي، اليوم جبت لكم فيديو باش نوريكم كيف تشحنوا من فري فاير جواهر تاع فري فاير بسومة البنك في الجزائر بشريحة اريده. لازم يكون عندك هذه الابليكاسيون هواوي اب غاليري تاع الهواوي، ولا تيليشارجيها تنسكريفي فيها هذاك النيميرو تاع اريده وتيليشارجي فري فاير. لازم تيليشارجي فري فاير منه، لازم فري فاير تيليشارجيوه من الاب غاليري باش تقدر تشري منها باسعار البنك يعني في الجزائر تشريها بسعر البنك. فوالا خاوتي كيما راكم تشوفون دخلت للجو، عندي 119 ديامون، نحوس نشري هذه عروض خاصة. هلا كيما راكم تشوفوا لا حجم خاصة، ميهمنيش انا في هذه، باغي نشري هذه. صفر فاصل تسعة وتسعين دولار ولا فوالا هذه هي سومتها 14586. نديرو لوضو هنا على النيميرو هذا، فوالا في نكتبو الكود واحد الكود اكذب بعد تديرو تعود تنسكريبي في اب غاليري تكتبو تستنى شوية هكذا سي بون هكذا راني شريت. فوالا يجيك ميساج النيميرو هاي ولات عندي 220 ديامو. ولا حبيت تشري ديامو كيف كيف، هي راح تشري ديامو راح تشري، فهمت يعني 100 ديامو بحتاش نلف الله. روح نشري عرض خاص هذا خير هكذا باش تربح حوايج بزاف، تربح سلاح تربح اوكي نوريلكم كيف نشري ديامو. فوالا 11800 بيمو تكنو تكتب الكود تاعك سي بون، عملية دفع ناجحة استضافة نصف دينار. يجيك ميساج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا فهمتوا برك، واللي ما فهمش يخلي لي تعليق وشاركوا في القناة إن شاء الله كاين جديد. السلام عليكم، ديونا متابعة الله يرضى عليكم إن شاء الله.